بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة نظمت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى ندوة صحفية بقاعة محاضرات اللجنة الأولمبية عرضت من خلالها برنامجها التحضيري للطبعة الثانية للماراثون الدولي الذي سيقام في 27 نوفمبر الجاري بالجزائر العاصمة. هذا الماراثون سيتاني يكون ان بو ميو كلاني ديرنيير باسكو العام الاول On a eu à peu près 1500 participants, si on peut avoir 2000 cette année, marathon Jid. Pour la participation étrangère, avec le manager, M. Hussein Mohamed, il a recruté 40 athlètes qui sont des athlètes de très bon niveau. Nous avons dire une bonne performance. كي تقدر دير مثلا 2h10, 2h11, 2h09 تقدر من بعد يجيوك لي زاتليت العام المقبل ان شاء الله. بعد نجاح طبعته الاولى العام المنصرم يتوقع منظمو الماراثون الدولي مواصله رفع نسق المنافسه هذا العام بمشاركه عده دول اشتهرت بباعها الطويل في هذا الاختصاص وكذا اخضاع المتسابقين لاختبار المنشطات. اذا المشاركه في المستوى العالي حقيقة رايحة تكون بحوالي 80 أو 90% مركزة من هذه الدول إثيوبيا وكينيا وإريتريا ورايحة تكون المغرب رايح يكون 3-4 دول أخرى اللي راح نستقبلوها في على من باب الضيافه. احنا على كل حال لا فيدراسيون تبعت لي ليست لهذيك اللجنه محاربه المنشطات وهم يخيروا لي زاتليت ولا لي برومي على كل حال كامل يعقبوا وحنا دوموندينهم يديروا لنا واحد 40 كونترول تاع الماراثونيه يعني لي ميور اتليت تاعنا. الماراثون الدولي وإن كان هدفه الظاهر رياضيا بالدرجة الأولى يكتسي كذلك حلة سياحية تدعو إلى التعريف بالثقافة الجزائرية لذا تطمح الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى إلى إنجاح هذه الطبعة ووضع تاريخ ثابت وشعار خاص بالماراثون في السنوات القادمة.